ابتداء من 90 لغايه النهارده. الاحتراف يعني اعباء ماليه متزايده، اسعار لاعبين متجدده ومرتفعه باستمرار، انديه عندها مشاكل كثيره جدا في القيام بواجباتها. واحد من اهم مصادرها حقوق الرعاه. تمام. اللي انا مستغرب له انه لغايه نهايه الموسم اللي فات كانت الانديه في مؤتمراتها الصحفيه هي اللي بتحط الرعاه بتوعها. بس عشان كان الراعي مشترك بين الانديه وبين النادي عفوا اتحاد الكره في كتير من الاحيان يعني. لكن مثلا شركه المحموله التي كانت ترعى اتحاد الكره ما هياش الشركه اللي كانت ترعى النادي الاهلي على سبيل المثال. فكان النادي الاهلي بيضع شركاته هو، ونادي الزمالك يضع شركاته. تمام. بغض النظر ان الوكاله الاعلانيه واحده، انا اتحدث عن حقوق وكالات، انا بتكلم على حقوق انديه. ده الوضع اللي كان موجود، سببه ايه؟ ده حسب علاقه الاتحاد بالرعاه بتوعه او بالوكالات الاعلانيه المتعاقده معاه. لكن انا لما اجي اتكلم دلوقتي الاساس في المساله كلها المصلحه العامه، هي فين المصلحه العامه؟ هل مصلحه الانديه دلوقتي ان هي تكتفي بالتزاماتها وتعاقداتها زي ما كان معمول بيها، ولا تتعرض لخسائر وخصومات ومشاكل قانونيه مع الوكالات المتعاقده معاها او مع الشركات الراعيه؟ يعني المساله لم تخص النادي الاهلي وحده، بدليل شفنا اكتر من نادي في الاسبوع اللي فات رفض عقد المؤتمر الصحفي بنفس الصيغه اللي الاتحاد بيقولها. فعلى اتحاد الكره ايجاد صيغه وسط تحافظ على المصالح العامه وحقوق كل الاطراف. تمام. لكن بهذا الشكل التصادمي دي مساله مصالح ومساله منافع، اعتقد الكره المصريه هي اللي بتدفع ثمنها. اول حل يكون بمنتهى البساطه يا استاذ ابراهيم ان يكون في لائحه او قانون او شيء محدد نمشي عليه عشان ما يبقاش في اي مجال للاستثناءات. بقول لحضرتك حتى شروط المسابقه اللي الاتحاد بيتمسك بيها انه النادي يلتزم بوضع اعلانات الرعاه، ده النص بيتقال في شروط المسابقه. ما تقالش حتى رعاه الاتحاد ولا رعاه النادي. تمام. فبالتالي لو بقي النص على بهذا الشكل فالمعمول به حتى الموسم المنتهي رعاه النادي هم المسؤولين عنه، وانا لما باجي اقول النادي منظم المباراه مسؤول عن كل حاجه، انا بوقع على النادي عقوبات نتيجه الشماريخ والليزر وازايز الميه ونتيجه اي سلبيات تحدث او اي تلفيات او اي احداث شغب من الجماهير، النادي منظم المباراه مسؤول عن كل حاجه. يبقى من باب اولى هو صاحب حقوق الرعايه. فلما باجي في جزء يخص منفعه بالنسبه له اخدها منه. طب ازاي يعني انا في الجانب السلبي هو مسؤوليه كامله. تمام. وفي الجزء النفعي لا انا بشاركه فيه او باخده منه، ده مساله مش مفهومه. تمام. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم المنيسي، وهو النقطه دي هيتم تحديدها او حلها بشيء بسيط جدا لكنه مهم جدا واساسي جدا، شروط المسابقه واللائحه والقانون اللي بيحدد اي شيء هو بالتاكيد اللي يعني هيوقف الجدل ده تماما. لسه مع اخبار النادي الاهلي لتصريحات البرتغالي مانويل جوزيه عقب